التحمس للمدنيين قتل للنساء حرمان العالم من عملها تدمير البيوت يغصبون الناس بتطلع من بيوتها يعني حتى يستحلوها وتنظر بالبيوت تدمر يعني في ناس اتشردت كثير وحتى الناس يعني ما هجوا وقفنا وقفة حق يعني ما انه بطل هم الكفار وهم الظلام هم النزح العالم من بيوتها ايوه ونحن جاهزين لاي موقف تعدي علينا او على الدوله او على اي شيء نقوم بالتصدي للارهاب بكافه اشكاله والوانه وقمنا بتشكيل لجان شعبيه للتصدي لهم لمنع من الدخول الى المدنيين والى المناطق الامنه حفظا على ارض وعرض ومكان احنا بالنسبه لنا عده مرات حكينا احنا وياهم كلنا دافعين